السلام عليك يا سيدي ومولاي يا نبي الرحمة، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وقائد وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا سيرة الوجود فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أبا محمد الحسن الممتحن، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين ولا سيما صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته. كما ذكر المقدم بأن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وقع بين خيار صعب، بين الكتمان والإعلان، بين كتمان ولادة ابنه الإمام المهدي عليه السلام وبين الإعلان عن هذه الولادة، وفي كلا الخيارين وفي كلا الاحتمالين هناك خطر محدق بالإمام المهدي عليه السلام. ففي حالة إخفاء وكتمان ولادة الإمام المهدي سيعيش المسلمون عامة والشيعة بشكل خاص في جهل وفي عدم معرفة بإمامهم إمام العصر والزمان، وفي هذه الحالة إذا ماتوا ماتوا ميتة جاهلية، لأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والإمام الحسن العسكري عليه السلام لا يريد هذا الخيار لأمة جده ولا لشيعة جده أمير المؤمنين. وفي حالة الإعلان المطلق لولادة ولده الإمام المهدي عليه السلام سيمثل خطراً محدقاً في الحال وفي نفس اللحظة من عتات بني العباس وجواسيسهم وعيونهم، فهم يراقبون بيت الإمام الحسن العسكري ليلاً ونهاراً وفي كل يوم ليظفروا حتى يعرفوا هل ولد الإمام المهدي أو لا، وإذا ولد سيتغدوا قبل أن يتعشى بهم. ففي هذه الحالة طبعاً وقع الإمام الحسن العسكري وهو باعتبار الإمام الحادي عشر بين خيارين كلاهما صعب، لا يستطيع أن يعلن عن ولادة ابنه ولا يستطيع أن يكتم ولادة ابنه، فبالتالي وفق في هذا الخيار بين الأمرين توفيقاً جداً رائعاً ومحكماً يدل على رجاحة عقله، بل ما دام هو إمام معصوم فهو عقله راجح. فقد أخفل وكتم ولادة الإمام المهدي عليه السلام لكن لم يكتمها كتباناً مطلقاً، وأعلن عن ولادة ابنه الإمام المهدي ولكن لم يعلنها إعلاناً مطلقاً وإنما جمع بين طرفي الخيارين، كتم ولادة ابنه الإمام المهدي عن طواغيت بني العباس وعيونهم وجواسيسهم وعتاتهم ولكن لم يكتمها عن شيعته وأقرب شيعته، وأعلن عن ولادة الإمام لكن لم يعلنها لجميع المسلمين ولا لجميع الشيعة وإنما أعلنها لأفراد قليلين جداً ومحيطين بالإمام الحسن العسكري ومن الأخيار والمؤمنين الأخيار الذين لا يفشون سراً. فإذا هو كتمها لكن لم يكتمها كاملة وأعلنها لكن لم يعلنها كاملة، هل وفق أو لا؟ طبعاً وفق. لو أخذنا مثال على جعفر الكذاب وهو أخو الإمام الحسن العسكري، هذا بالرغم أنه عم الإمام المهدي والإمام المهدي إمامه الشرعي ومع ذلك طوال خمس سنوات وأشهر لم يعرف شيئا عن الإمام المهدي ابن أخيه وإمامه، لم يعرف إلا في اللحظة التي أراد أن يصلي فيها على جثمان والده جاء الإمام المهدي قبل أن يكبر وجذب رداءه فقال يا عم أنا أولى بالصلاة على أبي منك. ففي هذه اللحظة عرف الجعفر بأن الإمام الحسن العسكري أخوه له ولد اسمه الإمام المهدي وهو الآن يصلي على جثمان والده، لكن ومع ذلك لم يحسن أبجدية ولاية الإمام وإمامة الإمام المهدي، ومع ذلك بعد ذلك حاول بشتى السبل لتفتيش منزل ابنه منزل أخيه الإمام الحسن العسكري مع السلطات العباسية ولم يخرج بطال على كل حال، لكنه نهاية إن شاء الله كان سعيد. بل إن حتى عمة الإمام المهدي اللي هي حكيمة بنت الإمام الجواد عمة الإمام الحسن العسكري وعمة الإمام المهدي لم تعرف، وهي المؤمنة الورعة الصدوقة والأمينة، لم تعرف شيئا عن ولادة الإمام المهدي إلا في الليلة التي ولد في صبيحتها الإمام المهدي، بمعنى آخر عرفت بأمر الولادة وبوقوع الولادة قبل أن تقع بسويعات أو بساعات اللي استمرت طوال ليلة الخامس عشر من شعبان إلى قبيل الفجر، فهي اللحظة عرفت ولادة أو موعد ولادة الإمام المهدي. إذا كان من ألد أعدائه ومن أقرب أقربائه جعفر
لم يعرف عن ولادة الإمام المهدي. ومن أقرب أقربائه ومن المؤمنات الورعات وهي حكيمة لم تعرف إلا تقريبا قبل ولادته تقريبا بضع ساعات اللي استمرت ليلة النصف. فمعنى ذلك أن بني العباس لا يعرفون شيئاً، إذا كان أقرب الأقربين لم يعرفوا، فمن بالك بأبعد الأبعدين والطواغيت. فمن باب أولى أنه استطاع أن يحكم الجزء الأول من الخيار وهو الكتمان، أكتمه عن جميع من يمثل خطراً عن على ولده، حتى لو كان عمه جعفر وحتى لو كانت عمته الورعة حكيمة إلا قبل الولادة بسويعات. تقول حكيمة: أرسل لي أبو محمد اللي هو الإمام الحسن العسكري رسولاً وقال لها: يا عم اجعلي إفطارك معنا في هذه الليلة معنا، ففي هذه الليلة سيولد حجة الله في أرضه. تقول حكيمة: بمجرد ما عرفت الخبر لبست ثيابي بسرعة وذهبت إلى بيت الإمام الحسن العسكري، ووجدت لما دخلت وجدته في صحن الدار، فسلمت عليه فسألته: من أمه؟ يعني من أم الإمام المهدي؟ لأنه أخبرها أن هذه الليلة، ليلة الخامس من 15 من شعبان، سيولد الإمام، فهي تريد تعرف من هي أمه. فحدد لها وعين لها أمه بالاسم وتحديداً كاملاً. مباشرة ذهبت إلى أمه مليكة سابقاً أو نرجس فيما بعد، لأن في الأساس أنها كانت مليكة بعدين هي بدلت اسمها إلى نرجس. فسألتها عن حالتها وقالت: أول شيء في البداية يا بني سيهب الله لك غلاماً زكياً إماماً وولياً في هذه الليلة. تقول فخجلت واستحيت لأن يعني ما عرفت التفاصيل بالضبط. رجعت لها مرة ثانية وقالت لها: هل بك أثر الحمل وكذا؟ قالت: يا مولاتي لا أجد بي أثر الحمل. حتى أم الإمام المهدي إلى نفس الليلة اللي ولدت فيها لا تعرف شيئاً عن الحمل ومقدمات الحمل، فما بالك بالغرباء وبالأعداء وطواغيت بن العباس. فإذا الإمام الحسن العسكري عليه السلام أحكم الشق الأول من الكتمان والإعلان، فكتم ولادته عن جميع يعني الأعداء والذين يمثلون خطراً، وكتم حتى عن أقرب الأقربين إلا ما قبل الولادة بسويعات كحكيمة. حتى أم الإمام المهدي لا تعرف شيئاً إلى قبيل الصبح، عرفت لها بداية الليل أو عند المغرب، لكن متى حست بالحمل؟ قبيل الفجر تقريباً. الله سبحانه وتعالى أخفى حتى الحمل حتى عنها. ربما تقول: كيف تكون هي حامل ولا تعرف؟ فالله سبحانه وتعالى طبعاً يدبر الأمور. الله سبحانه وتعالى أتى أو أعطى القدرة للأصف بن برخية أن يأتي بعرش بلقيس من أكثر من 1000 كيلومتر من اليمن إلى فلسطين، مو فقط بعد أن يرتد إليه طرفه ولا أثناء، بل قبل أن يرتد إليه طرفه. ونبي سليمان ولم يجد الأصف بن أخري أنه ذهب وسافر ورجع، وهو جالس مكانه وأحضر العرش بلمح البصر بدون أحد أن يحس. فحتى أيضا عصاة النبي موسى لما هو استلم من عند النبي شعيب عصا، ما بيمنك موسى؟ قال: هي عصايا، ما قال هي حياتي، قال هي عصايا، أتوكأ عليها وهشبها على غنمي ولا بها مآرب أخرى. قال: ألقها موسى، فألقها فهذا حية تسعى تتحرك وتمشي. هذه الحية لما ذهب بها النبي موسى إلى فرعون أصبح ثعبان وحية كبيرة تلقف ما يافكون من حبال ومن عصي ومن أعمال السحر. لو رجعنا إلى الحية ووضعنا بطنها تحت الأشعة بمختلف أنواع الأشعة لا نجد أثراً لهذه العصي وهذه الحبال. فكذلك يظن الأم الإمام فهي حامل، لكن لا أحد يعرف الآثار وعلامات الحمل، فالله سبحانه وتعالى يدبر الأمور. مثل ما عرفنا أين ذهبت العصي والحبال اللي ابتلعتها الحية حية النبي موسى، كذلك بعد نفس الأمر بالنسبة لأم الإمام. فلأن الوضع خطير جداً، بالتالي حتى أمه لم تعرف إلا بداية الليل، ولكن أحست بعلامات الحمل وقبيل أو بنذر الوضع والمخاض عند الفجر أو قبيل الفجر. إذا ما دام أقرب الأقربين إلى الإمام المهدي لم يعرفوا عن ولادة الإمام المهدي إلا أما لم يعرفوا معرفة مطلقة، وأما عرفوا قبلها بساعات وبالضبط عند الفجر. الله سبحانه وتعالى لماذا لم يجعل ولادة الإمام المهدي نهاراً ظهراً صباحاً مساءً قبل المغرب؟ لماذا في هذا الوقت وقت اللي هو قبيل الفجر؟ هذا الوقت كل طواغيت بني العباس وجواسيسهم وعيونهم يغطون في نوم عميق ولا يعرفون شيئاً مما يجري حولهم. فالله سبحانه وتعالى اختار هذا الوقت حتى أقرب الأقربين لا يعرفون إلا القليل جداً كحكيمة باعتبارها تكون شاهد فيما بعد.
إذن العنصر الأول الكتمان أجاده الإمام الحسن العسكري وكتم ولادة ولده، لكن لم يكتمها كتمانا مطلقا، وإنما كتمها عن كل من يمثل خطرا على ابنه الإمام المهدي، حتى لو كان أخوه جعفر اللي يسمى جعفر الكذاب لا يعرف شيئا عن الولادة، ولم يعرفها إلا وقت الصلاة على جنازة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. عرف بعد أن، وأما بني العباس فلم يعرفوا الأمر إلا أثناء الصلاة، وقد خرج الأمر من أيديهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء ولم يأتوا بطائل. إذن الجزء الأول أو القسم الأول من الكتمان طبعا أتقنها الإمام المهدي الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ولن يعرف لا الأعداء ولا الأقرباء الولادة الإمام المهدي إلا بعضهم وفي السويعات الأخيرة جدا قبيل الولادة. فإذا يبقى العنصر الثاني أو الجزء الثاني وهو الإعلان. فهل كتم الإمام الحسن ولادة أمر ولده كتمان مطلقا؟ طبعا لا. وهل أعلنها إعلانا مطلقا؟ طبعا أيضا لا. كيف أعلن إذن؟ أعلنها فقط للخواص من شيعته، وأبعد حتى أقرب أقرباءه وهو أخوه جعفر أبعدها عن هذا الأمر، ولم يعرف شيئا عن أمر الولادة طوال السنوات اللي عاشها الإمام المهدي مع أبوه. فالبني العباس يعني ساهين غافلين، يعني لا يعرفون شيئا، والإمام يتربى في دار والده وتحت رعايته وهم لا يعرفون شيئا، لم يعرفوا إلا وقت الصلاة. استخدم الإمام الحسن العسكري عدة أساليب لإعلان عن ولادة الإمام المهدي، فلا يمكن أن يقف في الشارع أو يذهب إلى المسجد ويقول أن الولد لي مولود البارحة أو اليوم أو في اليوم الفلاني، فتأتي في لحظات الجحافل وشغب بني العباس ويقتلونه، فإذا لا يمكن بهذا الأسلوب. فماذا فعل؟ استخدم عدة أساليب. أسلوب الأول العقيقة. معروف بأن العقيقة تذبح اللي هو كبش أو غنمة أو نعجة أو ما شابه من هذه الذبائح في اليوم السابع من ولادة المولود الجديد، يعني لأن بمعنى آخر أن العقيقة ما لا تكون قبل الميلاد وإنما بعد الميلاد، يستحب يوم السابع أو ما بعد السابع لكن يستحبها في اليوم السابع، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله في ولديه الحسن والحسين. لكن الإمام الحسن العسكري كم عقيقة ذبح؟ لما نأتي الأخبار العقيقة، أرسل الإمام الحسن العسكري يعني رسول إلى عثمان بن عمرو العمري اللي هو السفير الأول، لما حضر قال له يا عثمان اشتر 10,000 رطل من الخبز و10,000 رطل من اللحم ووزعه وفرقه على الشيعة ومن تعرف. الرطل كم يساوي بوازننا الحديثة تقريبا؟ الكيلو يساوي 2 رطل تقريبا، قد يكون يختلف الرطل العراقي عن الرطل الحجازي لكن بمعنى آخر تقريبا الكيلو حدود 2 رطل. 10,000 رطل كم يساوي؟ يعني يساوي 5,000 كيلو، مفهوم من الحديث. 5,000 كيلو لحم كم ذبيحة تقريبا؟ يعادل كم ذبيحة؟ لو أخذنا الذبيحة بمعدل 15 كيلو للذبيحة، قد أزيد شوي أو تنقص شوي، فيطلع تقريبا يعني تقدر واحد يقسمها تطلع تقريبا 333 ذبيحة، يعني 333 كبش أو غنمة أو خروف أو ما شابه من الذبائح. لو فرضنا أن كل ذبيحة وزع ذبيحة واحدة لكل أسرة، يعني يحتاج إلى 333 أسرة حتى يتصلها العقائق هاي الكثيرة. وبعد لم يكتفي بهذا العدد وقال بعد عثمان وعق عنه بكذا وكذا كبش، ما حدد العدد وإنما عدد من الكباش غير 10,000 رطل. واحد من أصحاب الإمام فقال بعث لي أبو محمد، يقصد الإمام الحسن العسكري، بذبيحة بكبش أو بذبيحة مذبوحة، وقال هذه من عقيقة ابن محمد، كل هنأك الله وأطعم من ترى من شيعة أمير المؤمنين. قال بعد دليل آخر غير ذاك 10,000 رطل. رسل بعد الإمام الحسن العسكري إلى أحد أصحابه الثقات 4 أكبش، يعني 4 خرفان بمعنى آخر، 4 خراف، وقال له اذبحهم عن عقيقة ابني وكل هنأك الله واطعم من تجد من شيعتنا. إذا كم الآن عندك؟ 1 عقيقة وهنا 4 عقائق وهنا كذا وكذا عقيقة، لا نعرف كم عددها، 10,000 رطل، يعني بمعنى آخر تقريبا يوصل 333 أسرة تقريبا أو 333 ذبيحة تقريبا. فإذا كلها أسلوب ماذا؟ لأن لو لم يولد به الإمام، لم يولد الإمام المهدي، ما معنى هذا الذبائح
المئات من العقائق. فإذا لماذا لا يكتفي بعقيقة واحدة؟ السنة عقيقة واحدة، لماذا هذه العقائق بالمئات؟ الإمام الحسن العسكري إمام معصوم، وكل فعله طبعاً حكيم. فالإمام العسكري أو الإمام المعصوم لا يتصرف تصرف غير عقلائي، فهو يعرف بأن ولده سيطول به الزمان أكثر من 1400 و 1500 سنة، ولا ندري كم يستمر عمره، وإن شاء الله قريب جداً، إن شاء الله قريب جداً جداً. فهي كثرة العقائق يعني بالرغم من العقيقة الواحدة تكفي لعمر الإنسان، تحفظ العمر الطبيعي 60-70 سنة، لكن إن هذا معرض للخطر من جميع طواغيت الأرض، من الاستكبار العام العالمي، من اليهود، من يأجوج مأجوج، من الغلمان السفهاء، من قريش، من الأمة المضلين، من كل الطواغيت وعتاتهم. فإذا يحتاج إلى عقائق أكثر، وهذه العقائق تدل على شدة الخطر الذي يحط بالإمام المهدي، ولهذا كثر العقائق فليس اعتباطا. فإذا أسلوب العقائق طبعا هذا الأسلوب معنا، وكلهم يقول لهم هذا من عقيقة ابني، كل وهنأك الله وتصدق بها على فقراء الشيعة. أسلوب الثاني الاعتراف الضمني أو الصريح. واحد لما الأب يعترف يقول أنا عندي ولد، نقول له أنت ما عندك ولد، هو يعترف اعتراف ضمني أو أحيانا يقول الحمد لله الذي الذي أرغم الأعداء ولم يخرج من الدنيا حتى أعطاني ولدا، أو يقول الحمد لله الذي أرزقني ولدا سيدا وهو أيضا سيطبق أو يملأ الأرض قسطا وعدلا. فهذا كل اعتراف أما ضمني أو صريح. أحيانا يسأله أحد أصحابه يا سيدي أسألك سؤال، قال سل، قال هل عندك ولد؟ قال نعم. قال أين أجد بعد إذا حدث بك أين أجده أو أين ألتقي به؟ قال تجده في المدينة. فهذا اعتراف صريح عندنا، يقول نعم أنا عندي ولد. فإذا هذا الاعتراف من، لكن لم يعترف اعتراف عام، اعتراف أمام هذا الشخص الذي سأل هذا السؤال. أحياناً لم أو قبيل ورحيل الإمام العسكري جمع تقريباً كما يقول السفير الأول، جمع تقريباً 40 واحد من ثقات أصحابه، وقال لهم وآتى بولده الإمام المهدي وقال لهم هذا خليفتكم وإمامكم فأطيعوه ولا تختلفوا، ولن تروه بعد هذا اليوم. وبعد أيام قلائل ارتحل عن هذه الدنيا. فإذا هذا أيضا اعتراف، فاعتراف يعني معنى آخر يعني جاب لهم علامة حسية بالسمع وبالبصر وبالجسد إن هذا الموجود أمامكم هو إمامكم ولا تختلفوا ولا تتفرقوا بعده. فإذا معنى آخر إن الإمام الحسن العسكري استخدم أكثر من أسلوب، ومن ضمنهم الاعتراف الحقيقي والاعتراف الرسمي والضمني. واحد يسأل أيضا عثمان العماري السفير الأول، يقول له أنا بسأل سؤال وأنا أعرف أنك تعرف الإجابة، فهل رأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال بلى، ورقبته هكذا، يعني معنى آخر يقول لنا رقبته صار كبير ورقبته صارت كبير، مو رقبة صغير طفل، وإنما رقبته هكذا، يعني معنى آخر أنه كبر وصار شابا. واحد آخر يسأل ولده محمد بن عثمان، فقال يا محمد بن عثمان هل رأيت الإمام المهدي؟ باعتباره يعرف أنه سفيرة، فقال عهدي به في المتعلق بأستار الكعبة، ويقول يا رب أنجز لي ما وعدتني وسهل أمري. إذن هذا أيضاً بعد اعتراف من السفير الثاني. لما ولد الإمام المهدي عليه السلام سقط من بطن والده، التشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدي رسول الله وأن جدي أمير المؤمنين، إلى أن وصل إلى أبيه الحسن العسكري، ثم قال لو بمعنى آخر لو سمح لنا يعني نطقنا وأزلنا الشك عن الآخرين، بمعنى آخر أنه يعرف أنه هو الإمام الآخر الأئمة، لكن يقول أنا مو مسموح لي أن أنا أتكلم، ولو سمح لي لو أذن لي بالكلام لزال الشك. فالإمام المهدي أيضاً حتى هو نفسه يعترف بأنه موجود. جله اللي هو أحد الخدم الموجودين في بيت والده، فقال له أتني بالصندل الأحمر أو صندل فلان، أجعلك ملا النعل يعني. فلما أتى بالصندل فقال له تعرفني؟ قال نعم أنت سيدي وابن سيدي. قال لست أسألك عن هذا. فقال يا سيدي أخبرني علمني.
فقال أنا المنتقم من أعدائه، وأنا بي يدفع الله سبحانه وتعالى البلاء عن شيعتي وأهلي. معناه خليدي يقول مو بس أنا ابن الإمام العسكري، لا، أنا بعد إمام وبيدفع الله البلاء عن أهلي وعن شيعتي، وأنا المنتقم لله سبحانه وتعالى من أعدائه. فإذن كل حتى الإمام المهدي يعترف بوجوده. فالإمام الحسن العسكري استخدم عدة أساليب، ومن ضمنها العقيقة، من ضمنها الاعتراف الرسمي والضمني، ومن ضمنها السؤال والجواب، ومن ضمنها أيضا المكاتبة. أحيانا يعني يكتب إلى أحد أصحابه: ولد لنا مولود هذه الليلة وقد سرنا بذلك، فأخبرنا أن نعلمك ليسرك الله والسلام. معنى آخر، نستخدم أسلوب المكاتبة لأشخاص معينين وثقة، بحيث يعلمهم أن الإمام المهدي ولد. أحياناً أيضاً يسأل أيضاً أو يرسل إلى مجموعة من أصحابه ويخبرهم بذلك. يأتي واحد إلى صاحب آخر يقول: ألم تسمع الخبر؟ ما الخبر؟ قال: ولد البارحة مولود في بيت أبي محمد الحسن العسكري. معنى آخر، كل واحد يخبر الثاني ترى مولود ولد، وما حدد اسمه، لكن هناك مولود ولد جديد في بيت الإمام العسكري. فأسلوب عن طريق الكتابة والمراسلة والاعتراف الضمني والعقائق، عن طريق هاي الأساليب استطاع الإمام الحسن العسكري أن يعلن وجود وولادة ابنه العسكري بدون أن يمثل هذا الإعلان أي خطر عليه، لا من الأقرباء ولا من الأبعداء، وكتم عن جميع الأعداء والطغاة والعتاة وجواسيسهم، ولم يعرفوا حتى أقرب الأقربين. جعفر الكذاب لم يعرف إلا وقت الصلاة على جنازة الإمام الحسن العسكري. فإذا استطاع الإمام العسكري بهذه الأساليب أن يخفي ولادته عن ألد أعداء ولده، ويعلن عن ولادته إلى أقرب أصحابه الثقات، بحيث اللي هو يكونون شهود عدول، ولم يجعل الأمة هكذا، ولم يعرض ولده للخطر. فصار العملية صعب أو خيار صعب بين الكتمان والإعلان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.